السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين كالعادة، لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرحني. ربنا يسعدكم يا رب جميعا. ولو لسه اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناه، ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديده. النهارده اصدقائي 12/1/2022، اليوم المنتظر لعشاق لعبه ببجي ستيم. دلوقتي اصدقائي لعبه ببجي ستيم اصبحت مجانيه على منصه ستيم. فاكرين طبعا الحسابات اللي احنا سجلنا بيها قبل كده لما عملت الفيديو الاول وقلت ان لعبه ببجي ستيم هتكون مجانيه على منصه ستيم يوم 12/1/2022. الحساب ده اتمنى انك انت تكون مدونه عندك على الجهاز بتاعك او مسجله، علشان جه اليوم اللي انت هتقدر تسجل فيه على منصه ستيم بالحساب الجديد. ولو انت صديقي لسه ما سجلتش في الموقع، تقدر تشوف الفيديو السابق، هسيب لك الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو في الوصف، علشان تعرف ازاي تسجل. وبعد ما تسجل تقدر تدخل على منصه ستيم وتقدر تحمل لعبه ببجي ستيم مجانا. كل اللي عليك يا صديقي لو انت مسجل قبل كده، كل اللي عليك انك هتعمل معايا الخطوات اللي احنا هنعملها علشان نبدا نحمل منصه ستيم على الجهاز بتاعنا. وبعد ما نحمل برنامج ستيم على الجهاز بتاعنا نسجل الدخول بحسابنا عادي بدون اي مشاكل. وزي ما انا قلت لك يا صديقي، لو انت ما سجلتش عادي تقدر تسجل وتدخل عادي وتحمل اللعبه بدون اي مشاكل. كل اللي عليك يا صديقي انك انت هتفتح المتصفح بتاعك وتيجي في بحث جوجل وتكتب ستيم بالشكل ده، تدخل على ستيم، هتدخل على اول نتيجه. بعد ما تدخل على الموقع الرسمي الخاص بستيم، لو طلع هنا بيقول لك ببجي باتل كراوند بلاي فري ناو، يعني تقدر تلعبها مجانا دلوقتي. الحمد لله يعني النسخه بقت مجانيه. كل اللي عليك يا صديقي انك انت تضغط على انستول ستيم عشان تبدا تحمل برنامج ستيم اللي انت هتقدر من خلاله تثبت اللعبه وتبدا تلعبها عادي. كل اللي عليك هنا يا صديقي انك انت تضغط على انستول ستيم، تبدا البرنامج يتحمل معانا بالشكل ده. طبعا بعد ما يتحمل تبدا تثبته على الجهاز بتاعك زي ما شايفين ستيم سيت اب. كل اللي عليك انك بتضغط عليه دبل كليك وبتضغط على يس. طبعا بتضغط على نيكست وبتختار اللغه، وبتضغط على نيكست وبتختار المسار اللي انت هتثبت فيه، وبعد كده تضغط على انستول. طبعا انا مثبت، فبالتالي مش هحتاج ان انا اثبته مره ثانيه. بعد ما تثبت البرنامج، طبعا البرنامج هيبقى معاك بالشكل ده لما يكمل التحميل بتاعه. لو في اي ابديت هيبدا يحمله، يعني تحديثات خاصه بالبرنامج هيبدا يحملها. بعد ما بيخلص خالص بتبدا تضغط على الايقونه اللي هي هتكون موجوده على سطح المكتب عشان تبدا تحمل اللعبه، يعني تسجل الدخول وبعد كده تحمل اللعبه. اول حاجه هنا بيقول لك اكونت نيم. فاكرين طبعا الاكونت نيم اللي انتوا عملتوه قبل كده، اعتقد ان الكل فاكر الحساب بتاعه. فانت هنا بتكتب الاكونت نيم وبتكتب الباسورد بتاعك، وبعد كده بتضغط على لوجن. طبعا انا هبدا اضيف الحساب بتاعي وارجع لكم مره ثانيه. تمام اصدقائي، طبعا انا ضفت الاكونت نيم بتاعي وضفت الباسورد. لو انت عايز تتذكر كلمه السر ومش كل شويه تبدا يطلب منك كلمه السر وتكتبها، فانت علم هنا ريمبر ماي باسورد، هيبدا طبعا يتذكر لك كلمه المرور وتقدر تسجل عادي. لو انت مش عايز اوكي مفيش اي مشكله، انا هخليها عادي ريمبر ماي باسورد. وبعد كده كل اللي عليك انك بتضغط على لوجن. اول ما تضغط على لوجن طبعا هيبدا الحساب بتاعك يفتح بدون اي مشاكل. لو طلب منك فيريفيكيشن كود، طبعا انت اكيد عامل حسابك على الجيميل، فانت بتدخل على حساب الجيميل بتلاقي فيه كود. تمام، الكود ده بتبدا تستخدمه علشان تسجل الدخول. فانت بتدخل على الجيميل بتاعك، فلو في فيريفيكيشن كود بتبدا طبعا تاخد الفيريفيكيشن كود او الكود وتبدا تضيفه علشان تقدر تسجل الدخول. لا ما طلبش منك خلاص مفيش اي مشكله. فطبعا زي ما شايفين طبعا انت كل اللي عليك عشان تحمل اللعبه بتدخل على الستور. فاول ما تضغط على الستور هتلاقي طبعا لعبه ببجي باتل كراونز بلاي فري ناو، هتضغط عليها بالشكل ده هتبدا طبعا اللعبه تحملها بدون اي مشاكل. طبعا بتنزل شويه بالاسفل تضغط على بلاي ناو او انستول ناو، هيبدا يحمل لك اللعبه. انا طبعا محملها عندي ولكن محتاجه تحديث، يعني اكيد تحديث 2 جيجا او 4 جيجا على حسب التحديث. فطبعا زي ما شايفين تقدر تحمل اللعبه. كل اللي عليك انك تضغط على بلاي
بلاي ناو، وطبعا فيو ابديتس يعني انا عندي تحديث فبالتالي لازم احمل التحديث الاول وبعد كده العب اللعبه. ايه المتطلبات اللي هي خاصه بتشغيل اللعبه؟ عندك المينيمم والماكسيمم، يعني عندك المتطلبات الحد الادنى والحد الاقصى. يعني اهم حاجه الحد الادنى لانك انت هتركز عليه، الحد الادنى لتشغيل لعبه ببجي ستيم المتطلبات دي. شوف المتطلبات دي علشان تتاكد ان الجهاز بتاعك يشغل اللعبه ولا لا. فانت مثلا هنا النظام بتاعك يكون 64 بت سواء ويندوز 7 او ويندوز 8.1 او ويندوز 10، تمام؟ يعني هي لازم تشتغل على 64 بت وليس سنوات 32 بت. اما بالنسبه للبروسيسور او المعالج، اجل حاجه بيشتغل على انتل كور اي 5 جيل رابع، جيل رابع. واما بالنسبه للاي ام دي فانت هنا عندك اف اكس 6300، ده اجل حاجه او اجل معالج يشتغل عليه لعبه ببجي ستيم. اما بالنسبه للرامات، اجل حاجه لازم يكون عندك 8 جيجا رام. اما بالنسبه لكروت الجرافيك، عندك نيفيديا جي فورس اهو جي تي اكس 960 2 جيجا. اما بالنسبه لاي ام دي اللي هو ريديون ار 7 370 2 جيجا. طبعا ملحوظه هعدل عليها، مش ار 7 ار 5، لان انا عندي الار 5 واللعبه شغاله عندي بدون اي مشاكل. يعني لو انت عندك ريديون ار 5 هيشتغل معاك، تمام اصدقائي؟ لان انا دلوقتي الكارت بتاعي ار 5 ام 330، تمام، وشغال عندي بدون اي مشاكل. عشان بس في بعض الاصدقاء يقول انا عندي ار 5 شغاله ولا مش شغاله، لا شغال عندك. الدايركت اكس طبعا بيشتغل على فيرجن 11 اهو، دايركت اكس 11 هيشتغل معاك، تمام. هنا المساحه يكون عندك 40 جيجا فاضيه، يعني اتمنى يكون عندك 45 جيجا لان اللعبه حجمها 41 جيجا، تمام، 41 جيجا. شويه ابديت على شويه تحديثات كده هتلاقي عندك اللعبه يحتاج منك 45 جيجا. ده بالنسبه لمتطلبات تشغيل اللعبه، تبدا تحمل اللعبه واللعبه تشتغل معاك بدون اي مشاكل. فده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يا اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعم الفيديو بلايك. تسلم ايديكم اصدقائي على الدعم اللي انتم بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني وبتسعدني. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تضغطوا على زر اشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.